كانت زيارة ديال ثلاثة ديال المراكز الصحية، واحد بن سليمان، واحد محمدية، وهنا في الرباط. هذاك اللي بن سليمان اللي موجود في العالم القروي كيشبه لهذا اللي موجود في الرباط، وكيشبه كذلك هذاك اللي كاين في محمدية، ما كاينش فرق. ان شاء الله الان توجدات 100 بحال هادو ديال المراكز يعني الصحيه، وغادي نمشيو ل 1400 في الشهور المقبله، وهذا مراكز ديال القرب ديال الصحه ديال المواطنين، باش تكون واحد لا كونسلتاسيون، باش يمكن واحد العدد المسائل اللي تعمل هنا واللي ما يمكنش تعمل هنا تهبط للمستشفيات، لا هي الاقليميه ولا الجهويه، وهذه المستشفيات الاقليميه ولا الجهويه حتى هي عندها برامج ديال اعاده الهيكله ديالها ان شاء الله في المستقبل، وكذلك المراكز الاستشفائيه يعني الجامعيه اللي الحمد لله كاين واحد العدد اللي غادي يتصلح وغادي يكون الترميم ديالو ويكون موجود، وكاين كذلك يعني ثلاثه ديال المراكز اللي غادي تخرج للوجود في السنوات المقبله. هذا برنامج ديال كيجي باش يواكب البرنامج الكبير ديال صاحب جلاله ديال تعميم الصحه، يعني التغطيه الصحيه، التعميم ديال لا بروتيكسيون سوسيال، لان خص الصحه تكون في المستوى باش تمشي تواكب يعني البرنامج الملكي الكبير. وشكرا.